نور لنا عليك كده استاذ احمد. تفضل. في واحد تاني راح يستروح نجيبه نروح نجيبه. طب بس خلينا بس ايه يعني سلط لي عليه الضوء. ده اللي هو من نوعيه ابو قرون. صح كده؟ المفروض ان هو ما يبقاش بالحجم الكبير ده. دي عملية حية بسيط تعبان. انا استاذ احمد سعد او احمد الحاوي. طبعا هو في صوت نتيجة الاحتكاك بين جسمه وبين الارض. استاذ احمد يعني انا عايز اوصف للناس الفرحه اللي في عينيك ان انت اصطدت تعبان بالحجم ده. انا حاسس ان انت يعني عامل زي الجماعه اللي اصطادوا غزاله مثلا. انت فاهمني؟ اصطاد غزاله بشيل اذى من على الناس وببقى مبسوط جدا وانا بصطاده. وبعدين ده مطلوب جدا عشان الدهن بتاعه. تمام. يعني انت القصه معاك قصه ثواب وفعل خير طبعا ان انت بتمنع الاذى عن الناس. تمام. طب ممكن تورينا بس شكل وشه وحامل وبيضها موجوده اهو. يعني ادي راس تعبانه اهي انا ماسكه كويس ومعمله. تمام. بص الحجم قد ايه. بص الطول قد ايه. يعني دي تعبانه وحامل. يعني دي تعبان انثى. اخوانا ده تعبان انثى ان هو انثى. ايوه اهو عشان تاخد راحتها. تمام اهو اهو حاجه. بص انا عايز افردها لك عشان تشوف الطول. وانا يقارب على المتر. بص بص حاجة, حاجه حاجه بسم الله ما شاء الله. كل ده مش خايفين احنا مرعوبين بصراحه. انا كل عملي ايه. بص بدات تقف. بص كده ناحيتك كده. خلاص هي كده اتغزت عشان انا مسكتها. اتغزت عشان هي مسكتها. تمام. على فكره دي بتدور على مكان عشان تبيض فيه. يعني دي ان شاء الله هنعمل لها فيديو تاني لما تبيض عندك. والتعبان ده تمام لو باض ما يطلعش الا معايا يطلع. يعني مش يجيبه يسيبه يمشي؟ لا يقعد يقعد على البيت بتاعه. راجع هناك دلوقتي من البطلون وبدخل البطلون. Thank you.
انت قلت لي من شويه ان عندك تقريبا اكتر من 28 تعبان في البيت مربيهم. بربيهم. دول بتاكلهم ولا ما بتاكلهم؟ والله انا كده كنت بموتهم، مثلا لقيت بورس، لقيت حاجات صغيره، بيض عصافير، اي حاجه بحط لهم. تمام غير كده ما بسالش فيه. يعني ما بتهتمش، مش مربيه تربيه، انت مصطاده بس عشان تمنع عذاب كبير شويه. تمام، لوجود الدهن فيه. اه تمام، عشان